رمضان كريم مستر بريزيدنت. فخامة الرئيس، وأنا سعيدة عن حق لوجودي هنا اليوم مع دولة مملكة بلجيكا ورئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، وكذلك فخامة رئيس جمهورية قبرص ورئيس وزراء اليونان. وهذه لحظة تاريخية عن حق. اليوم نرفع العلاقة فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي وشامل، يشمل شراكة استراتيجية وشاملة، ونوافق على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار إلى طاقة منخفضة الكربون وإدارة الهجرة، وأهم من ذلك في الاستثمار في الناس وفي التعليم والثقافة والشباب. وهذا يصاحبه حزمة من الدعم المالي يبلغ 7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة، ولسوف نعمل لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص المتكافئة. كذلك نلتقي في وقت يمتلئ بالأزمات. نحن قلقون إزاء الحرب في غزة وكذلك الوضع الإنساني الكارثي، فإن غزة تواجه المجاعة، ومن الأهمية بمكان أن نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الآن. من شأنه أن يوقف الاعتداءات ويؤدي إلى إطلاق سراح رهائن وسماح بالمساعدات الإنسانية للدخول إلى غزة، ونحن نخشى من الدخول في حملة عسكرية في رفح تؤدي إلى إضعاف سكان أكثر فأكثر. أود أن أعتقد وأوجه الشكر إلى مصر على دعمها الكبير للتأكد من وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة. إن الاتحاد الأوروبي يولي أولوية قصوى للمساعدات الإنسانية وتوصيلها إلى غزة عن طريق البحر والبر والجو، ونعمل جنب لجنب مع مصر بغية الوصول إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين. وإني أتطلع عن حق لمحادثاتنا اليوم لتعميق تعاوننا أكثر فأكثر. واتفقنا على أن أهم شيء بالنسبة للشراكة الاستراتيجية والشاملة هو أن نصل إلى أن الاتفاقية تتحول إلى استثمار فعلي على أرض الواقع يفيد الشعب ويوجد فرص العمل ويشرك قطاع الأعمال على الناحيتين في الضفتين. شكرا جزيلا.